السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي مدرسة المنتزه الخاصة، معكم ميس من الربيع. الدرس الأول لحاجة مرحبا. اسمها البيانات أو تعريف البيانات. البيانات بيقول لك دي كل البيانات أنا بحفظها داخل الذاكرة رام، يبقى أي بيانات أنا بحفظها داخل الكمبيوتر بتحفظ داخل الذاكرة رام. طب هتعامل ازاي مع البيانات؟ البيانات دي بيحصل لها عملية معالجة، وأي معالجة بتتم داخل الذاكرة، أي معالجة بتتم داخل الذاكرة. طب عندي حاجة لازم أبقى عارفاها كويس جدا، إن أنا بحدد اسم ونوع البيان، بحدد اسم ونوع البيان، إن مش كل البيانات ليها نفس المساحة التخزينية، عشان أنا عندي بيانات حرفية وعندي بيانات رقمية، ولكل بيان نوع ولكل بيان نوع. طيب عندي بقى أنواع، عندي أنواع البيانات، عندي بيانات رقمية صحيحة، بيانات رقمية غير صحيحة، بيانات حرفية، بيانات متنوعة. يبقى أنا عندي 4 أنواع: رقمي صحيح، رقمي غير صحيح، بيانات حرفية، وبيانات متنوعة. طب الإعلان عن البيانات الرقمية الصحيحة، عندي 4 حاجات اللي هي لونج وانتجر وشورت وبايت. لما يجي في الامتحان نعمل أنواع البيانات الرقمية الصحيحة، يبقى شورت ولونج وبايت وانتجر، بعلن عنها على طول بانتجر، بعلن عنها على طول بانتجر. طب البيانات الرقمية الغير صحيحة أو العشرية، يعني رقم في علامة عشرية، زي سنجل دبل ديسيميل. طب البيانات الحرفية، يعني مجموعة من الحروف، والإعلان عنها بيتم عن كلمة سترينج أو كلمة شارب. يبقى أنا عندي لونج وشورت بيانات رقمية صحيحة، سنجل دبل ديسيميل رقمية غير صحيحة، عندي سترينج وشورت يبقى البيانات الحرفية بيانات حرفية. طب البيانات المتنوعة، ولا هي بيانات رقمية ولا هي بيانات حرفية، زي مين؟ زي اوبجكت، زي الديت اللي هو الوقت والتاريخ، وعندي بولن يعني قيمة منطقية. يبقى انا عندي البيانات المتنوعة، ولا هي بيانات رقمية ولا هي بيانات حرفية. بحفظ البيانات داخل الذاكرة رام. طب بعدين عنها لازم احدد الاسم والنوع، احدد الاسم والنوع. طب القيمة الثابتة، يعني قيمتها ثابتة ما بتتغيرش اثناء قيمة البرنامج. يبقى انا عندي الثوابت بعلن عنها بكلمة كونس، والثابت يعني قيمته ما بتتغيرش، قيمته ثابتة يعني القيمة لا تتغير، يبقى قيمة الثوابت. عندي طيب بعد كده حاجة تانية، عندي الثوابت اللي هي انواعها ايه، قيمة طاقة الرياضية، قانون الجاذبية، قانون سرعة الصوت والضوء، كل دي ثوابت. طيب بيقولك عند اختيار الثابت او المتغير لازم الاسم يعبر عن الوظيفة، الاسم بيعبر عن الوظيفة. طيب انا عندي قواعد بقى تسمية الثوابت والمتغيرة، ان يبدأ اسم الثابت او المتغير بعلامة الشرطة السفلى. طب وما بيحتويش على اي ميس وعلى رموز ولا علامات خاصة، زي المسافة وعلامة التعجب، الضرب والقسمة والجمع والطرح، كل دول رموز او علامات خاصة. طب عندي كلمات محجوزة ما ينفعش ابتدي بيها الثابت او المتغير، زي كلمة ايه، زي كلمة سنجل وايرز ودم وسترينج وضرب. طب الاعلان عن الثوابت، لازم احدد الاسم فين واديله قيمة، يعني لازم احدد اسم الخلية ان انا هديها، ولازم يبقى ليها قيمة زي قيمة طهرية. طيب لما اجي بعلن عن الاعلان عن الثوابت الحرفية، يبقى احطها بين علامتين تنصيص. طب الوقت والتاريخ يبقى علامتين شباك. عندي حاجة اسمها ستارت ديبيوجن، ان انا هشغل البرنامج اللي هو الفيجوال بيزك دوت نت، ان انا هدوس عليه F5 يبقى عشان اشغل البرنامج F5. طب عندي الاعلان عن الثوابت او المتغيرات، بحدد الثابت او المتغيرات داخل البرنامج نفسه، داخل البرنامج نفسه، يبقى نطاق مكان الاعلان عن الثابت والمتغير هو اللي بيحدد استعمال او باستعمالات المتغير او الثابت داخل البرنامج. حاجة تانية طيب عندي ان انا بعلن عن الثوابت والمتغيرات، عندي في حاجتين، على مستوى الاجراء ومستوى التصنيف. يبقى انا بعلن مرة عن الاجراء، مرة في الإجراء ومرة في التصنيف، مين؟ للثوابت أو المتغيرات اللي هي الكونست والفاريابل. طب دايما أنا قلت إن أنا بعلن عن المتغيرات بكلمة، هعلن عنها بكلمة دم. طب والثوابت هتبقى بكلمة كونست. الثابت أو المتغير دايما بتحفظ فين؟ في الذاكرة ريم، بس قيمة تتغير يبقى متغيرات، قيمة ثابتة هيبقى الثوابت. انا بحدد النوع او بحدد او نوع المتغير، يبقى انا بحدد الاسم والنوع للمتغير فين؟ في اول مرة بعلن عنه. طب فين؟ اثناء سيرة البرنامج. ليه؟ عشان هو ليه قيمة ابتدائية، يبقى في المتغير ليه قيمة ابتدائية، لازم احط قيمة عندي على طول. طب ان انا هحدد اسمه ونوع بيانه، يبقى المتغير لازم احدد الاسم ونوع البيان. كده عندي طيب ايه تاني؟
عندي بقى الإعلان عن المتغير. الإعلان عن المتغير بكلمة dim اللي هي dim variable، يجي وراها name، بعد كده as data type اللي هو النوع، وعندي قيمة افتراضية. القيمة الافتراضية أو القيمة الابتدائية، يبقى dim أمر الإعلان عن المتغير، variable name اللي هو اسم المتغير، data type اللي هو النوع. طب interval يعني قيمة ابتدائية، هي القيمة الابتدائية اللي أنا هعلن عنها. عندي بقى جملة التخصيص. جملة التخصيص دي ان انا هعين متغير او خاصية لأداة التحكم. وجملة التخصيص دي جملة بتتكون من طرفين، بفصل بين الطرف الايمن والطرف الايسر بعلامة يساوي. طب الطرف الايمن على طول فيه قيم، يبقى اي قيمة في الطرف الايمن والاسم في الطرف الايسر. يبقى تاني انا عندي القيمة في المكان الايمن والطرف الايسر هو اسم المتغير او الثابت. طب الطرف الايمن هيكون ايه؟ يا قيمة مجردة، قيمة من متغير، قيمة من تعبير، او قيمة من خاصية. قيمة مجردة، قيمة من متغير، قيمة من تعبير او تعبير حسابي لو جت مفيش مشاكل، او قيمة من خاصية. طب الطرف الايسر زي ما انا قلت اسم الثابت او المتغير. طب انا عندي جوه نافذة النموذج او جوه نافذة الكود نفسها، عندي اول ما اشوف كلمة مي تديني فورم اللي هو النموذج. بفصل بين كل متغير بعلامة الربط او متغير الربط او معامل الربط اللي هو الان. طب انا عندي كلمة محجوزة اسمها بي بي سي ار ال اف، دي لانشاء سطر جديد. طب علامة الشرطة السفلى بستخدمها في كتابة الكود لو كان طويل. طيب بعد كلمة رن يبقى سطر ملاحظات، يعني كود ما بيتمش ترجمته، يعني سطر تعليق او ملاحظات. عندي بقى اولويات تنفيذ العمليات الحسابية، يعني هنفذ عمليات حسابية بستخدم الآلة هنا. اول حاجة الاقواس من الداخل للخارج، يعني اول حاجة هفك الاقواس، مع كده الاسس ضربة وقسمة وجمع وطرح كلهم من اليسار لليمين. يبقى اقواس اسس ضرب وقسمة وجمع وطرح كلهم من اليسار لليمين. طب انا عندي كم انواع من انواع الاخطاء؟ عندي 3 اخطاء. عندي اخطاء لغوية، ينفع اقول اخطاء املائية او اخطاء نحوية. طب عندي اخطاء منطقية واخطاء عند التشغيل اللي هي الران تايم، وعندي اللوجيك ايرور. طب عندي اخطاء في الصيغة او الصيغة اللغوية، يعني ان انا هكتب الصيغة غلط في الكود، يعني اخطاء عند كتابة الكود بشكل غير سليم. طب الاخطاء المنطقية اللي هي اللوجيك ايرور، اللي هي دي اخطاء ان انا بستخدم تعبيرات حسابية ما ب... يعني زي ما استخدمش علامة الجمع والضرب ورا بعض، علامة القسمة مثلا وعليها علامة الأس، ما ينفعش ان انا استخدم اي معاملات حسابية 2 ورا بعض. طب الران تايم ان انا استخدم قيمة او اخصص قيمة اكبر او اصغر من المدى المسموح، زي ايه؟ زي البايت اللي هو بياخد من 0 ل 255. عندي بقى الفصل الثاني، عندي الجمل والتعبيرات الشرطية. عندي if وزن، if وزن الشرطية دي بستخدمها بتاخد true او false. بعد زن جواب الشرط على طول true، وبكتب الشرط بين if وزن. يبقى انا عندي if وزن الشرطية في حالة وجود بديل واحد بس، لو الشرط true هينفذ الكود بعد زن. طب لو الشرط false هيخرج من البرنامج وهيكتب end if. يبقى جملة اف وزن وبتنتهي بإند اف. طب التعبير الشرطي ده ليه نتيجين او ليه حاجتين، اللي هما يا اما صح يا اما غلط، اللي هي ترو وفولس، اللي هو صواب او خطأ، زي الثواب والعقاب، يعني يا اما صح يا اما غلط. طب التعبير الشرطي بيتكون من 3 اجزاء، عندي اف وزن والس دي في حالة بديلين. بعد زن جواب الشرط ترو. طب بعد else، بعد else جواب الشرط على طول بيبقى false. طب بتنتهي جملة if وزن و else بend if. طب لو انا هكتب جملة if وزن، عندي المعاملات او معاملات المقارنة، يساوي لتساوي، اكبر من واصغر من، اكبر من او تساوي واصغر من او تساوي. لإيجاد باقي القسمة هيبقى معامل القسمة اللي هو مود. طب اشغل البرنامج، عندي من f5. طب عندي المعاملات الحسابية زي الطرح والجمع والقسمة والضرب، برضو معامل حسابي. طب انا عايزة بيانات نصية، يبقى مسج بوكس واحطها بين علامتين الكوتيشن او علامتين التنصيص. طب انا عندي الدالة فوكس، هركز المؤشر داخل صندوق النص اللي هو التكست بوكس. طب انا عندي جملة سيلكت كيس، سيلكت كيس عندي متغير واحد بس اكتر من شرط، عندي قيمة متغير واحد في حالة وجود اكتر من شرط. طب select case بتنتهي ب end select، خلاص مش زيها مش زي if وزن و else. if وزن و else ب end if. طب select case يبقى ب end select. طب انا بعد case ينفع عشان ان انا اشيل كلمة select وانا مش عايزاها، مش عايزة اكتب
سلكت كيس اللي وراها متغير. طب عندي الليست بوكس، قلنا دي الليست بوكس دي اللي هعرض مجموعة من العناصر. عشان اعرض مجموعة من العناصر هختار عنصر واحد او ده. عندي قائمة من العناصر اللي هي الليست بوكس دي بتاعت الترم الاول، هعرض مجموعة من العناصر ويجي معاها الخاصية item. عندي اندكس اللي هي بتشير الى ايه؟ بتشير الى رقم العنصر، رقم العنصر داخل الاداة. طب هرتب العناصر، هرتب العناصر من الاول، الرقم الاول هياخد 0 والرقم التاني هياخد 1 وهكذا. يبقى انا عندي الترقيم هيبتدي من 0 وبعد كده العنصر التاني هياخد 1 والعنصر التالت هياخد 2. طب عندي حاجة اسمها الحدث الافتراضي. حدث افتراضي يعني انا احط عنصر او ان انا مش هحط العنصر، اللي هي select index change، ان انا هحدد العنصر اللي انا عايزة اختاره منين؟ مع تغيير رقم العنصر. لو انا مثلا عايزة ارقم من 3 يبقى 3 4 كذا، عايزة ارقم من 5 يبقى 5 و6 و7. طب الخاصية select index دي هستخدمها لمعرفة رقم العنصر، هستخدمها لمعرفة رقم العنصر، يبقى select index بتيجي مع الليست بوكس. طيب عندي جملة التكرار اللي هي جملة for next، ودي احد جمل التكرار. لما ابقى عارفة عدد مرات التكرار يبقى for next، بتنتهي جملة التكرار بقيمة المتغير يبقى اكبر من قيمة النهاية، هنهي الحلقة التكرارية. طب عندي كلمة step دي كلمة اختيارية مع for next. طيب بعد next يبقى نهاية التكرار، يبقى نهاية التكرار يبقى next، بعد for متغير، بعد for متغير. طب قيمة الزيادة بتبقى موجب، قيمة الزيادة بيبقى على طول عدد صحيح، عدد صحيح. لا يا ميس، ينفع كمان قيمة الزيادة رقم عشري أو عدد سالب. لو عدد سالب يبقى العد هيبقى عد تنازلي، عد تنازلي. عندي كلمة ستيب كلمة اختيارية، أنا بستخدمها للتحكم في مقدار الزيادة، كم مرة؟ أكتر من مرة، خلاص في عدد أكتر من مرة. طب كلمة ستيب قلنا مقدار الزيادة عدد صحيح، عدد عشري، عدد سالب أو عدد موجب. طيب وبعد عندي قيمة البداية تبقى أكبر من قيمة النهاية، لو أنت قيمة الزيادة المتغير بالسالب. طب وإمتى قيمة النهاية؟ هينفع قيمة البداية وقيمة النهاية أرقام إيه؟ رقمي غير صحيح، رقمي غير صحيح على طول بسنجل. طيب عندي دو وايل لوب، دي برضو جمل أحد جمل التكرار. لو انا مش عارفه زي ما بنقول بالعربي، لو انا مش عارف عدد مرات التكرار يبقى دو وايل لوب، لو عارف عدد مرات التكرار يبقى فور ونكست. بنتهي جمله فور ونكست بكلمه نكست. طب دو وايل لوب بتنتهي بلوب، بيقول لك لو انا عارف عدد، مش عارف عدد مرات التكرار في عدد مرات غير معروف نهايتها، يعني انا مش عارفه النهايه بتاعتها كام، يبقى الشرط هيبقى ترو. طب وامتى هيتوقف البرنامج؟ لما يكرر لي البرنامج او يكرر لي الشرط اللي هو ترو، وهيتوقف لو كان التكرار غلط، لو كان التكرار غلط هيديني كلمة فولس. طيب بعد كده عندي ايه؟ انا هخلي قيمة البداية اكبر من قيمة النهاية وانا في دو وايل لوب. طب عندي بعد كده بقى ايه يا نشوف مع شباب؟ بعض. طب انا هنفذ بعد دو وايل لوب بنهايتها زي ما انا قلت في الاول لوب، خلاص كده. طب لو بيقول لك الشرط طلع التعبير الشرطي غلط هيبقى فولس، لو التعبير الشرطي صحيح هيبقى ترو، وهيتوقف البرنامج بنهاية جملة مين؟ اللوب. طب ان انا ينفع اعمل ايه؟ اضيف فورم في عائلة حاجتين، في اللي هو التصنيف اللي هو كلاس، والاجراء اللي هو سب باسم فورم 1. طب الاعلان عنها ان انا قلت في الاجراءات او المتغيرات او الثوابت. طيب كده عندي بقى الاجراء، الاجراء ده مجموعة من اوامر ليها اسم معين بتستدعى عند التنفيذ، دي انا خدتها الترم الاول يا شباب. يبقى مجموعة الاوامر والتعليمات تحت اسم معين تديني الاجراء، بعلن عن الاجراء على طول بسب، والسب ملهوش قيمة، بينفع استدعي اكتر من مرة بس مش بديله قيمة. طب بيتم الاعلام لعدم تكرار، ان انا ما اقعدش اكرر الكود كذا مرة، اقعد اقول لك اسكت زي كلمة ايه، اقعد ساكت اقعد ساكت اقعد ساكت، لا انا ممكن اقولها مرة واحدة وخلاص. طب يمكن الاستدعاء الكود ان انا هكتب اسمه في اي مكان انا عايزاه، بس فين؟ داخل الكود ويندو او داخل نافذة الكود. طب انواع الاجراءات، عندي اجراء فرعي وعندي دالة. الاجراء سب لا يعود بقيمة، والدالة فانكشن اللي هي بتعود بقيمة. يبقى انا عندي الاجراء سب بقيمة والدالة فانكشن بقيمة. طب بيقول لك اسباب الاعلان عن سب، لعدم تكرار الكود، لعدم تكرار الكود داخل مين؟ داخل الكلاس. هيجي سب
اسم الاجراء، بعد كده باروميترز اللي هما وثائق الاجراء. طبعا عندي الكود دي الاوامر والتعليمات اللي انا هنفذها. نهاية الاجراء بانت سب. طب الدالة دي مجموعة من الاوامر تحت اسم معين، ولازم الاسم يدل على الوظيفة. طب عندي الباروميتر، دول الوثائق اللي بتعود بقيمة. طيب طب عندي الدوال اللي هي اسمها فانكشنز، ان انا تستدعي ان هي تعود بقيمة في ضوء القيم المخصصة ليها. طب المتغيرات، ان انا خصص لها قيمة، قيمة في الاول او قيمة في الاخر، يعني اثناء الاعلان في نمط التصميم ونمط التشغيل. طب اثناء سير التنفيذ لازم احدد للمتغير او الفاريبلز، احدد لها قيم باستخدام القيم المخزنة. طب الكونست، لابد ان انا لازم اخصص لها قيمة من الاول. خلاص انا هحط قيمة طاهر الرياضية اللي هي 22/7، دي ثابتة ما بنعرفش نغيرها في مسائل الرياضة خالص. يبقى انا عندي الكونست هخصص لها قيمة اثناء الاعلان عنها فقط. بس امتى وينفع ان انا استخدم قيم مخزنة؟ استخدم قيم مخزنة، قيم مخزنها قبل كده. طب انا عندي بقى الاستخدام الامن للانترنت او الجانب السلبي. الجانب السلبي للانترنت طبعا كلنا الدرس دوت مفيش حد فينا ما شاء الله عليكم كده ما بيستخدمش الانترنت. عندي الجانب السلبي ان انا اتجنب المخاطر اللي انا بتعرض لها، زي ان انا حد ياخد ايميلي ويقعد يبعت للناس او يبعت لهم طلب صداقة، ده هو اسمه انتحال الشخصية، ان انا اخد اسم اي حد تاني واتكلم مع الناس بيه، او ان انا سرقة حسابك اللي هو سرقة الفيسبوك او سرقة الايميل. ان انا اتفادى موضوع التعدي الالكتروني ده سلوك عدواني متعمد، الصور بتاعته المضايقه والاحراج والتخويف والتهديد والابتزاز دي الصور. طب الوسائط اللي انا بستخدمها للتعدي الالكتروني، البريد الالكتروني، عندي المنتديات وعندي الرسائل وعندي المداولة الالكترونيه والتواصل الاجتماعي اللي هي الفيسبوك. انا بقى احمي نفسي ازاي؟ او من اشكال التعدي التانية كانت الصور. اشكال التعدي التخفي الالكتروني، ان انا استخدم اسماء مستعاره. المضايقه الالكترونيه دي رسائل عدائيه. الملاحقه، ان انا كده شكل من اشكال المنتديات او المضايقات الالكترونيه، ان انا اتجاهل شخص بمعنى اصح. طب السب والقصف اللي هو نشر كلمات عدائيه. طب التشهير، نشر معلومات محدده او اكثر او بشكل اسيئي لاكثر من شخص. طب الاستثناء الالكتروني اللي هو تجاهل شخص او اكثر من خلال الوسائط الاجتماعيه. طب التهديد الالكتروني، ان انا ارسال رسائل الكترونيه تحمل تهديد لاي، ان انا احمي نفسي من التعدي الالكتروني، ما اشاركش احد كلمه السر، ما انشرش معلومات خاصه بيا، كلمه المرور تبقى صعبه، ما تعرفش على اي حد من على الانترنت، وعدم قبول اي حد، وعدم ارسال رسائل الكترونيه وانزال برامج من الانترنت لحمايه الجهاز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنجاح والتوفيق إن شاء الله.